تخيلوا يا جماعه ان اول فتح للمدينه اللي انا فيها حاليا مدينه باليرمو كان في عهد عثمان بن عفان سنه 32 هجريه. الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش. مازال الى الان في شوارع بالعربي، ساحه القنيطره ومكتوبه بالعبري كمان. عربو شيء عربو عربو تو يا كوسا سيجيفيكا شارع لاتاريني فيا لاتاريني شارع العطاريني. ومما أنعم الله علينا به مؤخرا أن يرفع الآذان بعد 800 سنة. سبحان الله. تعالوا أوريكم أذانة أجدادنا، مأذنة اللي كانت بيرفع فيها الأذان لمدة 300 سنة. الله. أشهد ويلكم تو اسلام. كل دي حدائق ما زالت موجوده من ايام حكم المسلمين، محدش بيلمه خالص. اوه ماي جاد، ذس بلايس ريونيون ذا بوس اوف مافيا. ها ذا بوس اوف مافيا واز ليفينج هير. اوه ماي جاد. دلوقتي يا جماعه انا ماشي في الانفاق اللي المسلمين عملوها والعرب. اوه ماي جاد، اتس ريدي ريدي جايز. اوكي كامو كامو كامو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة. مبدئيا شكرا جدا 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 لكم بجد على تفاعلاتكم على الفيديوهات الأخيرة، بجد تسلم إيديكم. أنا حاليا يا جماعة في الجزيرة اللي فتحها عثمان بن عفان. تخيلوا عثمان بن عفان هو اللي فتح الجزيرة اللي أنا فيها حاليا، الجزيرة اللي فضلت تحت حكم المسلمين لمدة تقريبا 3 قرون، 300 سنة. 300 سنة أجدادنا كانوا عايشين هنا، عروس البحر المتوسط أو فراشة البحر المتوسط زي ما بيسموها جزيرة صقلية. هاخدكم نلف مع بعض في الجزيرة ونشمشم في ريحة تاريخنا وريحة أجدادنا اللي كانوا عايشين هنا. فيلا بينا كملوا الفيديو الآخر يا جماعة، هيعجبكم جدا جدا. هيا بنا. مثلا يا جماعة المعلم اللي ورايا ده، المعلم ده قبل دخول المسلمين والعرب إلى جزيرة صقلية كان كاتدرائية بيزنطية، ولكن لما دخل المسلمين والعرب اشتروها منهم وحولوها إلى مسجد. عشان كده هتلاقوا في إضافات موجودة، طراز إسلامي زي ما انتوا شايفين هناك كده، في طراز إسلامي ده إضاف بعد دخول العرب إلى هذه الجزيرة. حتى أن في آية قرآنية ما زالت موجودة على العمود ده بالظبط، هي صغيرة ولكن اهي نقرب لها. هي دي الآية، دي بتقول إيه؟ الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. هي دي حاجة شاهد على مرور المسلمين من الجزيرة هنا. طبعا الإضافات دي اتحطت زي ما قلت بعد دخول المسلمين، ولكن بعد سقوط الجزيرة على يد النورمانيين حولوا الكنيسة دي إلى كاتدرائية نورمانية، ومن وقتها إلى زماننا هذا ما زالت كاتدرائية نورمانية. بيخشوا جوه يصلوا، تعالوا أوريكم جوه عامل إزاي. بيقول لك ان الخط اللي مكتوب بيه الايه اللي موجوده على العمود اللي ورايا ده مكتوبه بالخط المغربي، وده يدل على ان فاتحين صقلية كانوا جايين من شمال افريقيا من المغرب العربي. تحيه ليهم. واو بيرفكت. تخيلوا يا جماعه ان اول فتح للمدينة اللي أنا فيها حاليا مدينة باليرمو كان في عهد عثمان بن عفان سنة 32 هجرية، ولكن بسبب انشغالهم في فتوحات شمال أفريقيا للأسف مشوا من الجزيرة وسابوها، ولكن رجعوا لها تاني سنة 212 هجريا على يد القائد البطل أبو عبد الله أسد ابن فرات. الراجل ده اتحرك من المغرب مباشرة على جزيرة صقلية وفتح الجزيرة. على فكرة أهل تونس أكيد يعرفوه لأنه كان حاكم أو قاضي، كان قاضي مدينة القيروان تونس. ستايل البيوت هنا يقال ان هو نفس ستايل البيوت في مدينه سيدي بوسعيد في تونس. اخواتنا في تونس اكدوا لنا المعلومه دي لو صح ولا غلط، حتى ان ستايل الشبابيك نفس الستايل اللي هو الستايل الاموي. المدينه دي يا جماعه كانت ايام حكم المسلمين كان مزيج جميل قوي، كان موجود عربي وفارسي وحتى يهود واسباني والمسيحيين اللي كانوا موجودين قبل ما العرب يدخلوا هنا، فكان كله عايش في تسامح رهيب. مازال الى الان في شوارع بالعربي،
يعني هي اصلا الكلمه عربيه وبرضه ضايفين الكلام بالعربي. بص بص المنطقه دي، دي منطقه بقى كانت قديمه جدا ايام العرب والمسلمين هنا، كانت مكان للتجاره اسواق وهكذا. اوه علم فلسطين، مين اللي قطعه ده؟ اوقفوا قصف غزه، شابوه للي حط العلم ده والله شابوه. اهو يا جماعه اهو، بصوا الشارع ده مكتوب ايه؟ ساحه القنيطره، ومكتوبه بالعبر كمان، لان زي ما قلت لكم كان في هنا مسلمين عايشين، كان في يهود، كان في فرس، وكله كان متعايش. بص مثلا ده ساحه الأربعين شهيدا، بالعربي والعبري والايطالي او سجلي. برضه هنا نفس الكلام، شارع جازديناتشو هو ده الشارع. بصوا يا جماعه البيوت هنا عامله ازاي، شكلهم لطيف قوي، بيت من جوه كده زي نفق، معرفش بيودي على ايه ده. ساحه البيت نفس الستايل الاندلسي بالظبط، بس يمكن انا مختلف شويه. عربو تو يا كوسا سيجيفيكا لاتاريني كوسا سيجيفيكا. واحد من اشهر الشوارع اللي كانت موجوده في فتره حكم المسلمين هو شارع العطارين. بصوا لكن مكتوب بطريقه غريبه شويه، شارع لاتاريني هو شارع العطاريني. ليه بقى اسمه شارع العطارين؟ لان التجار زمان العرب المسلمين اللي كانوا موجودين هنا كانوا بيجيبوا العطور، مش بس العطور، حتى ان الاعشاب برضو كانوا بيجيبوها بيتاجروا فيها. هنا الشارع ده كله زي ما انتم شايفين، والمنطقه دي كلها الجميله قوي دي كانت عباره عن عطور، كان تجار بيجوا وبيتاجروا في العطور. تعرفوا لدرجه ان اهل صقليه الى الان بيفضلوا ان هم يستخدموا الاعشاب زي الزعتر والاكليل والنعناع، بيفضلوا يستخدموا الحاجات دي في العلاج عن الادويه. الى الان في ثقافتهم موجود الكلام ده بسبب الشارع ده يا جماعه، فيا لاتاريني، شارع العطاريني. يا سلام. دينو ده زقاق كسكس. كسكس. يا. كو era un mercato, mercato di spezie arabo anticamente. Non prendi. كان في شارع هنا يا جماعه اسمه شارع الكسكس، زي شارع العطارين، كان موجود، بيقول لك ان هو كان موجود ايام العرب، لكن دلوقتي مش موجود. ناو نو. عرب هيستوري. انتيكا بنت سي. انتيكا. تخيلوا شارع اسمه شارع الكسكس. ليه بقى اتسمى بشارع الكسكس؟ لان زمان لما العرب بداوا يهاجروا هنا للجزيره بعد ما فتحوها، فكان بيجي من اهل تونس كتير قوي، وانتوا عارفين طبعا تونس مشهوره قوي بالاكله دي، فجابوا الاكله دي معاهم. فبقت مشهورة برضه هي كمان، وبقى بيحبوها قوي الشعب الصقلي هنا. Io non capisco cosa vuoi dire couscous. Couscous cos'è? Mangiare cos'è? No. الايطاليين بيحبوا أكلة الكسكس جدا. لدرجة إن في معلومة لسه عارفها، بيقول لك إن البنت لما يتقال إن البنت دي فعلا عروسة لازم تكون بتعرف تطبخ أكلة الكسكس، لازم. والا مش هتتجوز. حتى ان يوم الحد هنا الناس الاستقلين الاصليين لازم يوم الحد العيله كلها بتتجمع عشان ياكلوا الكسكس. قد ايه كان في يعني ميكس ما بين العرب والشعب اللي هنا، الى الان ما زال تاثيره موجود. هو ده يا جماعه الزقاق اللي كان اسمه زقاق الكسكس، شارع الكسكس هو ده. حتى بقول لك ان في تشابه كبير ما بينه وما بين الشوارع في تونس. طبعا اكله الكسكس دي اكله مشهوره جدا من ايام البربر. بص يا جماعه البتاع ده. لدرجه ان عندهم هنا في السنه بيحصل في السنه مره واحده زي فيستيفال كده، احتفاليه باسم كسكس، احتفاليه كسكس، بييجوا هنا عشان يدوقوا الاكله دي، اكله الكسكس. يا جماعه في حوالي 500 كلمه او اكتر عربيه موجوده في اللغه الصقليه، متخيلين؟ كلمه مثلا مظلوم بتتقال للشخص مظلوم او سوء الحظ، حظه وحش مثلا. يا ولا يا رومانسي. لدرجة يا جماعة هنا في باليرمو المدينة دي بيقول لك لغة التخاطب إلى الآن ما عرفوش يحددوها، هل هي العربية ولا اللاتينية ولا الإيطالية، بسبب الميكس اللي موجود ما بين ال وبحكم يا جماعة إنه شارع العرب، فكان زمان في أعمال حرفية زي ما أنتم شايفين كده، ما زالت إلى الآن موجودة، ما زال إلى الآن في ناس بتشتغل الأعمال دي.
من أشهر الحاجات اللي عندهم هنا في صقلية ألا هو السوق ده يا جماعة. السوق ده يوميا مفتوح على طول طول الشارع ده، كل بقى الحاجات التراديشنال والمشهورة في صقلية تعالوا أفرجكم عليها. ومنفعش جزيرة من غير سمك، لازم سمك وجمبري. سمكة أبو سيف دي، ده مش بتاع سمك، ده جزار. كل أنواع السمك موجود، كابوريا، استاكوزا، جمبري، سيبيا، كل حاجة موجود. سيبيا، it's the name سيبيا؟ سيبيا لينو. سيبيا لينو. بصوا تخيلوا نفس الكلمة يا جماعة قريبة من عندنا. بص الاسم قريب جدا من الاسم العربي، هتلاحظوا في أسماء كتيرة جدا مشتركة عربية. ده نيم سامبولين سيبيوليني ان عربيك سيبيا. سيبيا ده بنسميه عندنا كاليماري. ده نيم كاليماري. سيس كاليماري كاليماري كاليماري. بص نفس كل حاجة، تشابه رهيب بين الأسماء. كاليماري. بص يا جماعة بيبيعوا قروش قرش، قروش صغيرة. بص حرفيا قروش صغيرة. جامبرو Gambero 7 kg. Ora ho messo 5 euro per andarmene. Questo grosso non è piccolo. Guarda come sotto e sopra, guarda. What is the name of this? Gambari? Gambari. Gambari. Sì, l'arabo. Gambari. Papà. 9 euro, vieni qua, dai. طبعا الفواكه الحمضية هنا مشهورة جدا جدا. بص حجم الليمون عامل ازاي؟ بصراحة يا جماعة أي دولة بزورها بحب اروح ازور المسجد الموجود في الدوله دي، لسبب لان بيساعدني كتير لما بقابل الناس هناك، بيفتحوا لي الدنيا شويه. فعشان كده انا رايح حاليا مسجد، سمعت ان هو مسجد تونسي، فيلا بينا نشوف. يا اخي تحس برضو ان الشوارع لسه ليها طعم التاريخ كده، كانك ماشي في التاريخ. السلام عليكم. اهو المسجد يا جماعه، مسجد باليرمو. واضح ان المسجد يا اما كان كنيسه واشتروه، يا اما كان مسجد قديم من ايام فاتحين اللي فتحوا البلد دي. ده هنعرفه مع بعض، حاول اتكلم مع الامام ونشوف ممكن يديه يضيف لنا ايه معلومات في الفيديو. الحمد لله ان توفيق ربنا جابني في يوم جمعه، فنصلي صلاه الجمعه مع بعض. والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. حي على الصلاه. أشهد أشهد أن لا إله إله إلا الله إلا الله. وأشهد وأشهد أن محمدا محمد رسول الله رسول الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أرى متشامين تليان إن شاء الله تعالى. سبحان الله قدر ان جيت اصلي في المسجد هنا، قابلت واحد من صقلية صقلي واعلن اسلامه. الله اكبر الله اكبر. نروح بقى نكلم الشيخ نساله كام سؤال كده. ويلكم تو اسلام. ويلكم تو اسلام. انا تو اسلام. From Egypt. Egypt. Yeah, you're from where? Algeria. Algeria? Really? Yeah. You look like Algerian. French Nigerian. Yeah, half my French. My father is Algerian. إمام المسجد أهو. حاول بقى ندردش معاه. هو ده كان كنيسة أصلاً ولا؟ نعم أيوة. هو باختصار قصة الكنيسة ولا قصة المسجد، ويقال أنه كان مسجد 1000 سنة قبل. ده أصلاً كان مسجد. يقال، ولكن نريد التأكد. وبعد هذا أصبحت كنيسة، وكان اسمها كنيسة سان باولينو دي جاردينياري. وفي الحرب العالمية الثانية هذا الحي هذا كان من بين الأحياء التي أصيبت جراء القنابل، وكان هذا المكان هذا بلا سقف وكان يعني مهمل. سبحان الله. وبعد هذا في سنوات 90 قرر عمدة المدينة أن يهديه للجالية الإسلامية هنا كهدية. هو الناس كانوا باغين مكان في نيصلي،
ولم يجدوا جهة رسمية إلا القنصلية التونسية، فكانت الجهة الرسمية الوحيدة اللي غيعطيوها هذا المكان هذا. وسبحان الله قد تم الاتفاق، كان اتفاقا كلاميا وأصبح مسجدا. سبحان الله، شوف كان مسجدا، كان كنيسة سان باولينو دي جاردينياري في التسعينات، تم الإصلاح والترميم وتجهيزه على أساس أنه مسجد ومكان عبادة للمسلمين الحمد لله. هنا أكثر الجنسيات اللي موجودة في البلد هنا إيه؟ العربية أقصد في صقلية؟ أظن المغاربة. المغاربة أكثر من هو يرى على أنه التوانس أكثر ولكن المغاربة أكثر. طب بالنسبة بقى لتاريخ الجزيرة بالنسبة للمسلمين اللي كانوا عايشين في الجزيرة هو شوف صقلية فتحت على يد أسد بن فرات. وأسد بن فرات كان فقيها ودخله عنده 80 سنة. يا نعم نعم. وقد تم الاتفاق مع الوالي ومع مع الناس على أنه يتم فتح صقلية اللي جربوا ناس من قبل في تاريخنا الإسلامي أنهم يدخلوا الصقلية فكان صعبا. قعدوا تقريبا كم سنة المسلمين في الجزيرة؟ تقريبا 3 قرون هذا الحكم الإسلامي. وبعد هذا بقوا الناس شوية فتقريبا كيف ما القصة دي الأندلس لا شيئا ما وتعتبر صقلية أخت الأندلس صغيرة. لكن ما زال في أثر موجودة عن وجود المسلمين هنا في الجزيرة؟ نعم نعم، كان هنا سبحان الله ما يقارب 300 مسجد فقط في باليرمو. يقول بعض من زار باليرمو في ذاك الوقت قل رأيت مسجدا آخر وأنا في مسجد على بعد النظر على حد بعد نظري. وكان في كل مسجد تحفيظ القرآن وكانوا مجالس حلقات ذكر وكان حلقات تعليم العلوم الإسلامية. ويقول البعض سبحان الله أنه لدرجة أن من يقوم على هذا الإمام أو المعلم أو الفقيه كان ليس لديه شغل شاغل إلا هذا، حتى أنه الدولة كانت تقول لا تمشي للحرب لا تكون محاربا ولكن فقط اهتم بهذا الأمر هذا. فكان الكثير من الفقهاء والمشايخ وكان الكثير من الحفظة وكان الكثير من الناس اللي كيجيو للمساجد وكيعمروا المساجد، فكانت المساجد كثيرة ولله الحمد. وإخبار المسلمين في الجزيرة هنا دلوقتي الوضع الحالي النهاردة في واحد دخل الإسلام ما شاء الله؟ الحمد لله، وهذا مما أنعم به الله سبحانه وتعالى على هذ الناس هذو اللي هنايا. إيه قصة إسلامه قالها ولا؟ هو قال أنه كان مهتم بالإسلام ويعجبه الإسلام، وكان أخ له صديق يعني صديق له هو الذي أرشده سبحان الله الدعوة. فشوف خلال سنتين الأخيرتين أسلم ما يقارب حوالي 30 أو أكثر شخص، ففقط هذه الأسبوعين هذا ثالث شخص يسلم ما شاء الله. ويمكن أن نقول أن حياة المسلمين هنا الحمد لله. يمكن أن ترى هذا شوف وأنت ماشي ترى إخواننا سبحان الله البنغلاديش وبلحاهم وبلباسهم وترى المنقبات وترى المحجبات وترى هذا واحد. ومما أنعم الله علينا به مؤخرا أن يرفع الآذان بعد 800 سنة يرفع الآذان في هذا المسجد ولله الحمد. نعم 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 الحمد لله. هذه أول سنة وفي رمضان هذا الحمد لله الحمد لله. سبحان الله أذان برا في الشارع سبحانك يا رب. هذه واحدة يا جماعة من ضمن المساجد اللي للأسف تحولت بعد كده كنيسة متحف كاتدرائية ما عرفش اللي قال عليها الشيخ. 300 مسجد كانوا موجودين في المدينة دي يا جماعة، ما زال لسه ما زال موجود القبة. بصوا اسمه ايه؟ اسمه باليرمو أرابو نورمانا الكاتدرائية العربية في باليرمو. أكيد شجرة النخلة دي شاهدة على كل اللي حصل للمسجد ده. عشان هطلع على المأذنة فادوني البتاعة دي. Thanks man. تعالوا أوريكم مأذنة أجدادنا، مأذنة اللي كانت بيرفع فيها الأذان لمدة 300 سنة. الله أي والله الحمد لله انا لبست الطاقه اتخبطت خبطه هنا. شايفين المسجد كان عامل ازاي يا جماعه؟ يا الله كمل المشوار. هوبا هوبا بص المنظر للاسف خلاص ما فيه كل الاتجاهات جرس بس منظر المدينة من فوق يا الله الجمال. It's not your time. Come on. كل ده كان مسجد، حتى لو تلاحظوا هتلاقوا هناك تحت كده
الساحة بتاعت المسجد لها خرافية جدا. سبحانك يا رب. بص يا جماعة حولوا للمسجد ليه؟ لا أحد هنا. إيه ده؟ حاطين تابوت؟ إيه يا عم الرعب ده؟ إيه يا ابني الرعب ده؟ إيه يا إخوانا في إيه ده؟ هو ده حال يا جماعة المساجد اللي كانت موجودة هنا زي ما أنتوا شفتوا. خلينا نكمل رحلتنا. تعالوا نضرب عصير حمضيات في الحر ده لأن الجو نار. شايفين مثلا يا جماعة العمود اللي ورايا ده؟ ركزوا كده فيه. العمود ده موجود وسط مباني عادي، والمباني حديثه يعني مش قديمه. بصوا خدتوا بالكم؟ المهم هم عملوا ايه بقى؟ هدوا المسجد تماما وسابوا العمود ده. عمود المسجد باين اهو واضح جدا من المعالم بتاعته اللي هو الستايل الاسلامي بتاعنا، حتى ان في حيطه بتاعت المسجد تمام اهي عملوا بيها العماره، يعني دخلوها في العماره، حولوا دي العماره وهدوا كله وفضل المبنى ده. بصوا اهو اهو، حتى ان البيت اللي جنب المسجد تحس انه مازال محتفظ فيه شويه لقطات كده شبيهه قوي بحاجات ليها علاقه بالمسجد، لكن المسجد كله اتهد. هو ده اللي اتبقى منه، فده اللي بيعمله الاحتلال. هو ده الفرق بين الاحتلال والفتح. حاطين في وشه صوره بنت بالحجاب. السلام عليكم. السلام. You are from Bangladesh? باكستان. باكستان ما شاء الله. How much years you live here? We are 25 years. 35 years. اه ما شاء الله. السلام عليكم، كيف حالك؟ الحمد لله. الحمد لله. This your house؟ ايه باكستان 1 2 3 4 all باكستان. باكستان ما شاء الله. سو عايش في البيت ده يا جماعه وبيجي ينشر الهدوم هنا كده. سو كول ما شاء الله. Where you from؟ I'm from Egypt. Egypt. Yeah. مصر. مصر نعم. مسلم. مسلم الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. I come from Pakistan. Pakistan. How is Pakistan now? It is very good. Better than before? Yes. ده برضو يا جماعة نفس الكلام، كان مسجد وتحول إلى كنيسة. هتلاحظوا هتلاقوا الطراز الفاطمي، اللي يروح الأزهر والقاهرة هيعرف يفهم قصدي جدا. سبحان الله. بص بقى عامل إزاي دلوقتي. كل المساجد اللي اتبنت هنا في الجزيرة اللي المسلمين بنوها، لما جم الرومان بعد كده وخرج المسلمين من الجزيرة هدوها كلها، يا اما حولوها ايه لكنائس او كده. فعشان كده هتلاقي فيه تحس انه نصه مسجد. بصوا ده كده مسجد، وده تعديلات عملوها الرومان بنوها بعد كده. ده بواقي المسجد، وده المكان اللي كان فيه المنبر. حتى بصوا طلع دلوقتي البرنامج بتاع الصلاة تمام، ونشوف البوصلة. بصوا نفس الاتجاه بتاع المسجد بميل. بصوا هتبص فوق كده تحس ان فيه ميل، ميل بسيط اهو. سبحان الله. Thanks man. ما زال كل حاجة زي ما هي. العمود اهو، ودي قبلة الصلاة، محراب بتاع الصلاة تمام. كان شكله جميل اوي، مسجد صغير كده ولطيف، والشبابيك زي ما انتوا عارفين. سيقبلها يا الله. طبعا زي ما انتوا شايفين اتحول من مسجد الى كنيسة. اه التاريخ. اه ده كان مدخل المسجد يا جماعة. مسجد جميل قوي موجود كده في المدينة دي على تبة، شكله جميل. سبحان الله. وده أكيد كان جنبه مدرسة مثلا، دار تحفيظ قرآن. كان المسلمين والعرب بيهتموا جدا بالتفاصيل الصغيرة المهمة قوي دي. بصوا بقى دلوقتي، تخيل تبقى واقف كده في بلكونة المسجد. بصوا بلكونة حرفيا ها. انت واقف كده والناس معدية من تحت وشايف البيوت الشوارع، شكله جميل قوي. موجود على تبة كده حلو قوي اهو. والله بجد يا بخت الناس اللي كانوا عايشين هنا زمان. ادي المناره بتاعت المسجد ولحموا فيها بيوت. مش عارف، طب ما تسيبوها زي ما هي.
في حاجة لاحظتها يا جماعة، إن أنا طول ما أنا ماشي في شوارع المدينة حاسس إن أنا ماشي في شوارع القاهرة القديمة، القاهرة الفاطمية القديمة، يعني القاهرة القديمة نفس ستايل البيوت كده. خد بقى المعلومة دي بحكم إن أنا مصري. سلام على صوت العصافير. مين اللي بنى وأسس مدينة القاهرة؟ مدينة القاهرة الفاطمية. طب مين اللي بنى جامع الأزهر؟ حد عارف؟ ركز. جوهر. جوهر إيه بقى؟ الصقلي. أهو جوهر الصقلي ده بقى مواليد الجزيرة دي، جزيرة صقلية. اسمه الحقيقي أبو الحسن جوهر ابن عبد الله، كانوا بيسموه جوهر الصقلي نسبة إن هو فاطمي مواليد هنا، مواليد جزيرة صقلية. وعلى فكرة بقى هو اللي ضم مصر والشام والحجاز والمغرب العربي وفلسطين للدولة الفاطمية. الراجل ده يا جماعة عمل حاجات حلوة أوي أوي. حتى إن كان في شعر كده قديم كنت حافظه بيقول لك إيه بقى، اسمع الطرب، بيقول لك: تقول بنو العباس هل فتحت مصر؟ بنو العباس اللي هم كانوا موجودين في مصر لما الفاطميين دخلوا مصر وخرجوهم من مصر. فالفاطميين كاتبين الشعر بيقول لك: تقول بنو العباس هل فتحت مصر؟ فكل بني العباس قد قضي الأمر، وقد جاوز الإسكندرية جوهره، جوهر الصقلي كان رايح يفتح بلاد الشام عن طريق الإسكندرية. فبيقول لك: وقد جاوز الإسكندرية جوهره، تطالعه البشرى ويقدمه النصر. بيحفلوا على بعض يعني. 1 euro. تورست. 1 euro 1 hour. But it's small. No. كاروتشا جراند. فوتو. ها just a photo, not walking. High five man. التياترو هنا في صقلية دايما بيحكي قصة خروج المسلمين والعرب من جزيرة صقلية. عشان كده دايما طول ما انت ماشي أي تياترو هتلاقي إيه؟ رسمة السلاطين العرب. من المحارب العربي. زي ما انت شايف. ومكتوب فوق هنا تياترو. دول بوبي. بصوا هتلاقي هنا حتى صور ايه عربية موجودة، سلاطين عرب. كل التياترو دايما بيتكلم عن الموضوع ده، خروج المسلمين من صقلية. الشوارع شكلها جميل قوي بصراحة. هلو، this is تياترو؟ questo laboratorio. laboratorio for تياترو. تياترو è qua. yeah yeah. questo laboratorio. you make it for تياترو. this is Arab. This is Arab. Arabo. Okay. Questo è l'arabo che quello gli ha fatto tagliare la testa, sa la storia, no? History. Storia. Storia. موقف الراجل العربي عشان يجمع فلوس. بص. باي باي. بص الشارع ضيق ازاي يا جماعه. بس ستيل شكله جميل قوي سبحان الله. البلكونات لازق في البلكونات. وكل حاجه. هاي. تخرج من الشارع ده على طول تلاقي نفسك قدام كاتدرائية. واو. صراحة الشارع موجود في مكان استراتيجي. ناو التاريخ يا سادة. وانا معدي لقيت كنيسة. طول بقى ما انت ماشي في المدينة شايف معالم زي كده، مسجد ومأذنة، مأذنة مقصوصة، وبواقي المسجد زي ما انتم شايفين الشكل ده، كل المدينة كده. جنب المسجد على طول يا جماعة في جامعة اسمها جامعة باليرمو. الجامعة دي تخرج منها علماء مسلمين كتير جدا في زمن لما كان المسلمين هنا. لكن بص حاليا عاملة ازاي، للأسف يعني مش مهتمين بيها قوي. جزء منها كبير مهجور. بصوا المبنى عامل ازاي بتاع الجامعة. والله مبنى زي ده كان مفروض يحصل له اعاده تعمير ويتظبط. بص عامل ازاي. هو شباك زي ده واضح انه بقاله سنين مهجوره للاسف. يا ما تخرج من هنا علماء، ياما حاجه تزعل والله. مدينه مارسيلا او اسمها الحقيقي الاصلي بتاعها اسمه مارسيلا. المدينة دي أول مدينة دخلها المسلمون وقت ما جم يفتحوا جزيرة صقلية. ليه بقى؟ لأن هي أقرب مدينة لتونس على طول في الخريطة هتشوفوها أقرب مدينة لتونس. أنا ليه جيت هنا بقى؟ لأن مهنة الصيد من أقدم المهن، أقدم الحرف اللي موجودة هنا في الجزيرة. عشان كده هتلاقي في كلمات كتيرة متشابهة ما بين اللغة العربية
والصيادين اللي موجودين هنا ما زالوا بيستخدموها، حتى ان في اغنيه كانوا بيستخدموها وهم بيصطادوا سمك التونه بالذات. فحاول اتكلم مع الصيادين واسمعهم الاغنيه واشوفها بيقولوا ايه. هاي Do you know this music? Cose vecchie. Yeah, you know it? La ranella. Ranella, yeah. Sì. For you torno, rai torno. Torno, rai rice. Sì. أنت رايس. كلمة رايس يا جماعة بيستخدموها هنا للناس اللي بتصطاد التونة. تونة. تونو. 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 الصيادين اللي بيصطادوا التونة بيقولوا عليهم رايس. وكانوا بيشغلوا الأغنية دي. الأغنية دي يعني مدد يا مولاي، بالمعنى العربي بتاعها مدد يا مولاي، عشان يشجعوا الناس وهي بتصطاد سمكة التونة، لأن الجزيرة دي مشهورة بسمكة التونة. يا مولا اسمها يا مولا يا مولا، اللي هي مدد يا مولاي يعني. دي بقى كانت أنشودة أيام المسلمين، كانوا بيستخدموها عشان يشجعوا الصيادين عشان يصطادوا ويطلعوا سمك التونة. إيه يا مولا إيه يا مولا، اللي هي يا مولاي يعني مدد يا مولاي. شوفوا سبحان الله شكل الجبل مع البحر المينا. خد بالكم المسلمين ما كانوش بيختاروا أي مكان وخلاص، استراتيجي استراتيجي بأمانة. بالمناسبة يا جماعة مازال إلى الآن في أسماء يعني ناس أشخاص باللغة العربية، زي مثلا صلادين اللي هو صلاح الدين، بدالله عبدالله، ميمونة مرابطه، مولاي، كل دي أسماء ناس هنا صقليين عايشين هنا مشتقة من الأسماء العربية. في واحد هناك بيصطاد، تعالوا نروح نشوف بيقول ايه. رئيس، بس المنظر الجبل يا جماعة والمية والراجل بيصطاد وكيف. ياس وش حلو عليه اهو. يلا بينا واحد يريح له شوية هنا. بس المنظر بس بيحط الاخطبوط ازاي؟ بيقلي الاخطبوط بعد كده بيطلعه يبقى بالشكل ده. بصوا يا جماعة جمال الشجرة واللون بتاعها، كل الورق واقع على الأرض شكله جامد أوي. طب ازاي بقى سقطت الجزيرة الاستراتيجية دي، جزيرة صقلية اللي موجودة في مكان استراتيجي في نص البحر الأبيض المتوسط؟ نفس نظام سقوط الأندلس بالظبط، ملوك الطوائف، حب الدنيا، نزاعات، لدرجة إن في أواخر حكم صقلية الأخ استعان بالنورمانيين اللي هم كانوا بيحكموا جزء كبير من إيطاليا، استعان بيهم ضد أخوه. طبعا جم انتهزوا الفرصة، جم خرجوا كل الاثنين بره صقلية، وخرج المسلمين بعد حكم تقريبا 300 سنة يا جماعة. بعد ما كانت صقلية هي بوابة دخول الإسلام من أفريقيا إلى أوروبا، بقت جزيرة زي ما انتوا شايفين، والمعالم اللي فيها تحولت للشكل اللي انتوا شفتوه ده، حتى ان تعتبر اخطر المافيا في العالم موجودة هنا في جزيرة صقلية. ان شاء الله فلسطين ما تضيعش مننا عشان ما يجيش احفادنا ويصوروا فيديو في القدس يقول لك اجدادنا ازاي ضيعوا المكان ده. واحد من القصور اللي بناها العرب والمسلمين في فترة حكمهم هنا هو القصر اللي ورايا ده، قصر العزيز. تعالى اوريكم من جوه عامل ازاي. اول ما تدخل على طول القصر هيقابلك غرفه، دي غرفه كانت غرفه استقبال الزوار، وبعدها على طول مسجد. تعالى اوريكم المسجد. questa stanza è la stanza della preghiera islamica. الغرفه دي يا جماعه كانت غرفه الصلاه الاسلاميه. اوكي يا بيرفكت. بصوا القبله يا جماعه. لا بوسه. لا بريس. يا ذا سيم ذا سيم واي. سي اكزاكتو. است. يا است. هي دي بقى يا جماعة الغرفة اللي كانوا بيصلوا فيها، كانت المسجد يعتبر داخل القصر. بصوا دي شبابيك المسجد زي ما انتوا شايفين.
حتى بعد سقوط حكم المسلمين في صقلية جي النورمان بعد كده وداروا دولتهم من نفس الأماكن اللي كان بيدير منها المسلمين زي القصر ده، قصر العزيز ده كان النورمان بيديروا دولتهم هنا. حتى إن حاكم النورمان وقتها كان بيتكلم اللغة العربية وكان بيستشير كتير من العرب في إدارة شؤون البلاد لأن البلد جديدة عليه. حتى إن الجغرافي الإدريسي المشهور طبعا في رسم الخرائط وكده كان مقرب جدا من الحاكم. الخلفية بتاعت القصر المنظر الفخم ده يا جماعة، جبل كان كل دي أراضي زراعية وما زالت حتى الآن شايفين بس المنظر سبحان الله، كل دي حدائق ما زالت موجودة من أيام حكم المسلمين. من الإضافات الجميلة واللمسات الحلوة اللي دخلها العرب والمسلمين لما جم هنا في الجزيرة موضوع الري والزراعة والاتنين بيخدموا على بعض، أدخلوا محاصيل ما كانتش موجودة هنا خالص في الجزيرة ألا وهي الحمضيات استفندي برتقان ليمون، حتى ما زال إلى الآن أثرها موجود. بصوا كل ده شجر استفندي، كل ده شايفين ما شاء الله ما شاء الله. إلى الآن أهل صقلية بيزرعوا الحمضيات يا جماعة وشجر الزيتون شايفين كل ده شجر استفندي سبحان الله سبحان الله. المكان كله شجر استفندي برتقال كله كل اللي حواليا ده وقصاد الفيو المنظر الجميل ده كل ده هي دي البوابة بتاعت القصر. كل الجنينة دي محاطة بالقصر، منظر وراكم الجبل رهيب سبحان الله. بصراحة يا جماعة أنا عندي فضول على طعم الاستفندي اللي مزروع في جنينة القصر، بس هروح استأذن الأول وبعد كده أشوف لو وافق أخد واحدة. Thank you. نقل لنا واحدة حلوة بقى بعد إذنكم. بسم الله الصغيرة دي السلام واقع على الأرض كتير أوي ندقها بقى من ريحة الحبايب دي خد بالك الله الله مسكرة وجميلة أوي جميلة بجد. نفس الكلام برضو شجر الليمون أهو كل ده شجر ليمون. بص الليمون قد إيه بس الليمون ما شاء الله يعني ده هتلاقيه مليان ميه. بص على الارض كميه الليمون على الارض واقع ازاي كل على مد البصر كل ده مزروع ليمون واستفندي وبرتقال كله حمضيات. بص بس الليمون قد ايه ما شاء الله ما شاء الله برتقال كله واقع على الارض ده بقى مختلف عن بتاع. بص ما شاء الله كل الاستفندي ده مختلف عن بتاع اسبانيا ده بقى بيتاكل مش بس زينة يقال ان طعمه مزز سبحان الله كله ده خير. شايفين حتى بيسقوا المية ازاي مازال الى الان طريقة سقيهم للزرع نفس الطريقة اللي المسلمين كانوا بيستخدموها اهو المية بتيجي من القنوات المائية اللي تحت الارض وكده بتوصل عن طريق الجاذبية للمكان ده للاحواض دي أكل المية بتخش كده وهكذا. لكن وقت المسلمين ما كانش فيه المواسير دي كانوا بدل المواسير دي كانوا بس بمجرد ما بيحفروا يعني بيعملوا زي حفرة كده في النص مكان المواسير بالظبط والمية بتمشي وهكذا تتحرك كده وهكذا نفس الطريقة سبحان الله أهو يا جماعة بيجي بقى المية من هنا كده بالظبط وهكذا على الامتداد طول الجنان كلها وتسقي. فقط كانوا بيستخدموا عامل الجاذبية بانحناء بسيط وصل المايه لكل الاراضي الزراعيه. ليمون لسه اخضر اغلب المزارع هنا اغلبها مش كلها ملهاش سحاب هي موجوده من ايام المسلمين ومع المطر والري الطبيعي بتطلع وخصوصا الجناين اللي هي ما عليهاش سور زي الجنينه دي مثلا ما لهاش سور فما لهاش صاحب اصلا. لكن دي بصوا في حد اهتم بيها وزي ما انتم شايفين لا طعمها حتى مختلف يعني حتى مليانه مش زي اللي على الارض تحسوا كده شويه فاضي من جوه وبيترمي على الارض زي ما انتم شايفين محدش بيلمه خالص للاسف.
واغلب الاماكن اغلب المزارع دي هتلاقوها في الاماكن اللي فيها يا اما جنبها قصر جنبها مسجد جنبها معلم تاريخي. كل الجنان اللي جنب المعلم التاريخي هم المسلمين اللي عملوها، وزي ما انتم شايفين مفيش اهتمام نهائي للاسف يعني. خساره خساره خساره. البيت ده بالظبط بالظبط هي دي بداية نقطة تحرك كل القنوات المائية. تحت البيت الأثري ده، البيت ده أثري مازال محدش خالص بيدخله، ولكن وقت أيام المسلمين كان في إيه؟ تحت البيت موجود أنفاق عميقة بتوصل لآبار، هي اللي كانت بتستخدم إن هي تروي كل الأراضي الزراعية اللي موجودة هنا في باليرمو. هو ده البيت يا جماعة، ولكن للأسف مهجور تماما. يعني بصوا ده البيت اللي قصاده، أكيد ليه صاحب زي ما أنتوا شايفين مهتم بيه، ولكن البيت ده كله للأسف محدش مهتم بيه. بس البيت مازال الباب القديم. يا ترى مين من أيام المسلمين كان معاه مفتاح البيت ده؟ بص البيت عامل إزاي؟ هو ده المركز الرئيسي للأنفاق اللي كانت موجودة هنا. بص البلكونة عامل إزاي؟ بص يا جماعة ده الراجل اللي عايش هنا. بص أصلا البيت بتاعه تحسه أثري. This is your house؟ Yeah this one. These. Oh beautiful. Perfect. الراجل عزم عليا. From Egypt. 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 Yeah. عزم عليا بليمون يا جماعة. I make these. You make it. Ah. Perfect. So hot. كيف وقتها والله. This is the house for your family? Yeah. It's perfect. Thank you. It's like you live in the history. Yeah. Yeah. Before, this house was a long time ago. It was a palace. A palace. Of a famous princess. Ah. The name of the princess is Michulla, which is the name of the area, Michulla. Yeah. Yeah. Ah. Then how you own this house? Then became a place where horses stay. Ah, all the stable horses. For horses. Yeah. Okay. Then your big dad and the mother, they own the house. We bought it. You direct. You and yeah. Okay. Before it was just like this. Ah. And then they put all the walls or doors. Yeah. Okay. Nice to meet you guys. I will go. Great to meet you. Yeah, thank you. You are the boss. See you. Bye bye. Ciao. Ciao. هو ده البيت بتاعهم يا جماعة. طلع عليه قصة جميلة ولطيفة أوي. تخيلوا يا جماعة الأسوار نفسها بتاعت الحدائق، بصوا قديمة، لكن طبعا عشان ما فيش اهتمام بيها فللأسف متبهدلة زي ما انتم شايفين بالمنظر ده. كان في هنا مسلمين وعرب ياما زرعوا المنطقة دي كلها، ولكن طبعا عشان ما فيش اهتمام فبقت بالشكل ده. الأسوار وقعت، حاجة تزعل والله يا أخي. يا الله، يا ترى مين اللي بنى الحاجات دي كلها؟ معدي من البوابة دي لقيت في شباب قاعدين كتير، فدخلت أقول لهم أنتوا يعني إيه المكان ده؟ In this place, mafia is that. المكان ده يا جماعة اللي البوليس جم وقبضوا على المافيا وانتهت قصة المافيا. سلامي. This is camera dello Scirocco. Oh my god. Yes. It's beautiful. Natural air condition, diciamo. Natural air condition. This is the secret place for mafia. What? Yes. Yeah, the secret place for mafia. Era un posto segreto per la mafia. Before, yeah. Put it in like Oppure che dai. Oha. It's perfect. This place wow. Reunion the boss of mafia. Ah, the boss of mafia was living here. Oh my god. ده يا جماعة المكان اللي كانت المافيا بتتجمع فيه، يعني البوس بتاع المافيا كان هو عايش في المكان ده بالظبط. But it was like natural place or he did it. Like, no, it's natural. It was natural and natural place, historical place, then yeah. he took it. Yeah. Construction Arabi. Arabo. Arab. Ah. 1000 years ago. Yeah. Oh my god, it was for Arab yeah, people. Yeah. تخيلوا يا جماعه المكان ده كان You have an Arab. Yeah. Islamic. Islamic. There is no any Arabic letters? Yeah, letters yeah. They are Arabic. I can find. This is inside.
كانت كنا كان فور ووتر يا اندر ذا سي اندر جراوند اه كان اول ذا سي ديز مافيا يوز ذيس كانت such as secret passages to move and go out yeah. oh my god تخيلوا يا جماعه ان المافيا استغلت الانفاق والقنوات اللي كانوا عاملينها المسلمين والعرب زمان في ان هم ايه يدخلوا ويعرفوا يخرجوا من اماكن سريه عشان الامن ما يعرفش يقبض عليهم. فده مثال على المكان اللي بيتجمعوا فيه. ده كان المافيا هنا مكانهم الرئيسي هنا. او ماي جاد شو الاشات شو الاشات او ماي جاد جايز تخيلوا يا جماعه مش ممكن اهو او ماي جاد سو ذيس بول in the garden and the Arabic people done it. Yeah, did this one. They're rich. Oh my god. This is place for scout for you now. Very important. Yeah, yeah. Like you change this place from mafia place to sport place. Perfect. The state as yeah. confiscate to you take yeah. To scout the government give it to you yeah. oh my god تخيلوا ده the first confiscated place really yes. in Palermo yeah تخيلوا يا جماعه in whole Italy yeah. really the first one تخيلوا يا جماعه الدوله عملت ايه بقى هنا لما قبضت على المافيا ونهت المافيا خالص في الجزيره هنا ادت المكان ده هديه للكشافه زي ما انتم شايفين هو ده الكشافه يا جماعه بييجوا هنا يتدربوا هنا بدل مكان مافيا It was a good message. This is all for water. Yeah, for water and the good. From, from down to up. Yeah. Look. There is the water. The water here. Come the water here. Is here. Yeah. Come here. Yeah, you can go inside. He's a set. Look okay. up. Yeah. Oh, oh my god. For put the water. Water up. Yeah, put up. تخيلوا دي قنوات يا جماعة اللي كان فيها المية. بتيجي المية من هنا. وطلعوها فوق then to go to the garden then we can enter here or no yeah you can. It is a well it is a well a lot of water now it's without water because oh my god we have a problem with the robber of water okay بصوا القنوات يا جماعه look water water هنا بصوا المايه اهي عايزين نبص بص yeah. oh my god it's a slowly river yeah like a small river yeah it's a small yeah. river pass in old city old city yeah, all the old city تخيلوا القناه بتمشي في كل الايه الاولد سيتي موجوده بص هنا نفس الكلام هنا yeah هنا. come on can go Yeah. وقت يا جماعة أنا ماشي في الأنفاق اللي المسلمين عملوها والعرب. Oh my God. But this water came from where? From the rain. From the rain. This come si dice pietra? This rock. Yeah. Best water. Ha. And go here. Really? Yeah. Sir, sir, look. It's look at the water. Salt. No, it's not salt. This is not salt. Not salt. This is calcare. Calcare, come si dice? Calcare. Calcium. Calcium. Yeah. Carbon, calcium. Carbon, calcium. This water, here, the water. Yeah. Can go down. Down. From the mountain. Mountain. Yeah. Then and go here. Go inside the rock. Yeah. And go here. Look, this is water. Ah, yeah. Okay. Then they collect the water here. Yeah. Oh my God. This is Alia, Joe. This is argilla. Argilla. That tummy. It's good for food for. For garden. Yeah. Absolutely yes. يعني تخيلوا يا جماعه الانفاق دي لازمتها ايه بتيجي ازاي المايه المايه بتيجي من الامطار المطر بينزل بعد كده بيعبر عن طريق الصخور دي وبعدين يتجمع في الايه في القنوات دي قنوات مد البصر this is another tunnel for put up the water for the water they close it it's dangerous carriola to up yeah okay Sir, come on, look. You are perfect, guys. Yalla.
What's your name, sir? It's Mohammed. Mohammed. Yes. I'm Kevin. Kevin. Where are you from, man? I'm from Egypt. Egypt? Yeah. Wow. Oh, تخيلوا يا جماعة. Come on, come أخيراً دخلت الأنفاق اللي عملها المسلمين والعرب. It's dangerous for the head. Yes. Come on, yes. Look at the doctor. مكان شكله. The atmosphere is perfect. تخيلوا الجو برا يا جماعة حر. لما نزلت تحت الأرض طلعت بشكل رهيب. The water of the stone. Yeah. Refresh the areas of this camera. It's like air condition. Yeah, yeah. Natural one. Natural air condition. انا ماشي والله بالصدفه كده فلقيت شباب متجمعين فدخلت اشوف في ايه فلقيتهم كشافه وعندهم اكتيفيتيز رهيبه ووروني المكان السحري ده سبحان الله ربك توفيق ربنا سبحانه وتعالى دي الكشافه بتاعتهم ايه ذا بوس ذا بوس يو ار ذا بوس هاو ار يو تشاو سيد بنا اوكي يا بيرفكتو ثانك يو هي از وان اوف ذا فاوندر اوف ذيس بلا از امبورتانت بيبل يا يا فيري امبورتانت بيرسون هي از لايك ا بيب يا بات هي واز ليفينج ات ذا سيم اوف ذا مافيا يا 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 اند 1999 يا جماعه هو ده البوس بتاعهم البوس اللي عمل بقى ايه هو اللي انشا الكشافه دي هم اللي قضوا على المافيا وانشا بعدها الكشافه جراتسي ثانك يو بيرفكتو ثانك يو فور ذيس اكتيفيتيز Okay. Okay, let's go. Follow us. This is the very Sicilian lemon. I can take one as a gift? Yeah. Okay. Yeah, of course. Just that one, it's enough. Yeah, yeah, this one, I think. We it's can... Mandalina also. It's mandalina, mandalina. Yeah. Lemon and mandalina, as I told you, are the most popular thing here. I went to Spain. The mandalina is not good. But here is good? Yeah. I can try one. That's perfect. Why I can't take like this? Yeah. This is the original. Assalam, original one. Mm. Wow, it's different. Yeah. Yeah, of course. It's so different. Smell it. Mm. If you want to, you can. Yeah, bring it's it. Perfect, bro. Allah, you know, perfect. دخل يا جماعة ما فش يعني بس بتعيش على المطر وطعمها تحفة. ما شاء الله. This roof sucks the water of camera room. Yes, natural. This the water of canal. Of the roof of canal. Yes. Can I see it? Okay. Come on. The head. The head. Okay. Look, this is a cave. You can see in this cave. Yeah. The come si dicono i colpi di piccone, diciamo per estrarre la roccia. By the hand, they make it by hand. Yeah. Okay. It was a rock, but they make it like this. Yeah. Okay. For put outside. Yeah. The rock. The rock outside. Yeah. Okay. Look, come here. The camera, sir. The camera. I can enter. The sun. Yeah. And come on. Okay. Okay. Go. Okay, one moment. The head. Okay. Okay. Wow. Oh my God. وبا يا جماعة تخيلوا كل القنوات دي العرب والمسلمين هم اللي عملوها شايفين المنظر هو في قنوات. It's a tivid. Yeah. It's a lot. Yeah. A lot For of canal. Put outside is. Yeah, this outside, you make it the make hole here. Yeah. بصوا يا جماعة عملوا إيه؟ عملوا حفر عشان يطلعوا الصخور. بص ما زال إلى الآن حفر إيديهم. الله العظيم كتر ألف خيرهم. حفر like this. Yeah. Like this. This in Arab time 1000. 1000. Yeah, 1000 years ago. من 1000 سنة يا جماعة. العرب هم اللي عملوا الصخور دي. ما زال إلى الآن باين تقاطعهم. تخيلين؟ Oh my God! Yeah, it's perfect. Really good place. جو برا نار وهنا رطب بشكل رهيب. Wow. Very good. Now. The camera. Yeah. Okay. Come on. Very beautiful. It may be the most beautiful place I have ever seen. Like a secret really? Place. Yeah.
This zone called Palermo, it's called Zona Concadoro. Zona Concadoro. Concadoro zone. Means, that okay. means golden zone. Yeah. Zone. Gold con. Oh. Because no, the yellow it's of the lemon. Ah. Mandarin. With mandarina? Yeah. It's orange. The colors make yeah. gold. This yeah. is no mandarin. Orange. It's orange. Orange. It's orange. Okay. Yeah, yeah, just taste the juice. Like this? Yeah. Yeah. Mm. Wow. How is it? Oh. It's like sugar. Mm. Wow. Wow. This place is our cup oh of tea. My god. It's so different. Yeah, yeah, absolutely, yes. Because this is not cultivated. Biological. Biological. Yeah. But you don't use any water. Any. No. Just no. Any water, only rain. Only raining. The, water. The water from the underground. Kanat. You say kanat? Yeah. Kanat. Yeah. In Arabic, kanet. Si. It's the same. Yeah, yeah. It's the same word. The same word. Yeah. Because that's you are Arab guys. Yeah. You are like a little bit. Yeah. A little bit. Yeah. In the DNA. Yeah, in DNA and the blood. In the blood. A little bit, yeah. Natural. Yeah. We make a tower because Piola Torre, the surname is Torre. In English, tower. We make a tower for him. Norman Palace. He was killed from the mafia. But we did these monument to present. Yeah. Remember it. A lawyer. Yeah. كان في محامي يا جماعة المافيا قتلوه هنا، كان اسم المحامي بيو تاور، الاسم الأخير بتاعه تاور، فهم عملوا تاور هنا في المنطقة دي تذكرة للراجل دون وإحياء ذكراه يعني. We show you. Yeah. Was a really warrior against the mafia. Yeah. Against mafia. Yeah. Okay. Construction. During the construction. Well, you did it. Yeah. Together. Yeah. Guys, you are perfect, really. You are perfect, guys. Come on. Up. It's cameraman. Oh. هم اللي عملوا بقى ايه التور ده؟ تذكرة للراجل. You can see here in a castle. Oh, this castle is the old one? Old one. Which time? The Norman or Arabic? Arabic Norman. Both. Inside. Ah. Inside the. Together. 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 Ah. Thank you, guys. Look, this is a natural alloro. You know, when you do, like, just do it. Yeah, and then smell it. Smell it. Ah, like tea. Like tea. Yeah. We put it in the tea when we are in hot water. In hot water. Too healthy to make it healthy. Yeah. Wow. A present. How can I go to the airport like this? بصوا كل ده طبيعي كل ده natural. Gift for you. It's a rosemary. Aroma for chicken, pizza. Ah, and the chorba. Rosemary. Yeah. Wow. Everything is natural here, guys. Yeah. Wild carrot. Hmm. Okay. Look, smell. Ah. Wild carrot. This is finocchio. The smell, fennel, guys. Fennel. Fennel. Fag. For you. Okay. Try. Come on. Yeah, follow. كل حاجة بياكلوها هنا. For the chicken. For potato. Yeah, potato and. الشوربة بيستخدموها في الشوربة. Potato. انا عندي طياره بعد ساعه بس بشكل مش هلحقها بسببهم عمالين يودوني يوروني كل حاجه اماكن سريه ما اعرفش بيعرفوها ازاي This is water only of the rain. Raining. Yeah. Rain put here. Yeah. When we don't have the tunnel. Water of the tunnel. Yeah. Okay. شوية شباب زي العسل. Let's go. They didn't finish. Not yet. Ida. Look, this is a tunnel for put up the water. Oh. For the wet water. You remember? You remember the tunnel? Yeah. Happened. Yeah, it's like this. Yes. Ah, this one is open. Ragazzi, yeah. Guardate, fatto la cultura pure a voi. بس يا جماعة كانوا the Arabo time. Yeah, absolutely. هو ده يا جماعة زي ما انتم شايفين كانوا يطلعوا المية من هنا كده بالجرادل زي ما انتم شايفين الجردل اهو طلعوا المية وبعدين يسقوا بقى الأراضي. Now
we will do like a juice. Yeah. Lemon water. Lemon. Bicarbonated of oil. Bicarbonator. Okay. هيعملوا لي عصير دلوقتي من الليمون والكربونات. عرفت كله طبيعي بيقولوا لي. كله من الحديقة دي. شو بقولهم كوكايين والرجاء. Prendete un cucchiaino al volo. Così, così, così. Acqua aperta. Fuoca. Okay. Okay. Just wait a minute. Look De Marco. Okay. Look Marco and Look De Marco. What will happen? Look, sir. Okay. Wow. Forse lo dobbiamo riprendere. Okay. Are you ready? I'm ready, guys. Let's see. Aspetta, aspetta, dammi l'altro limone. But after that I will die? No, questo no, è per no, lui. It's no, no, it's good. It's good to so good to the stomach. Yeah. حاجة حلوة للمعدة. ancora limone ci metto. Sì, perché ne ha fatto picca. Okay. It's ready. Ready, guys. Go, okay, come on, come on, come on. Ah. How is it? Wow. This is for stomach. Stomach. When wow. you have a stomach ache, we use it. Wow. It's better. It is called lemonade with open leg. Ah, like this. And yeah. you eat. Yeah. You are crazy, guys. Wow, perfect. Limonata a coscia aperta. Limonata a coscia aperta. Un limone. Ciao, serve, ciao man. Ciao. Return, return. Yeah, return, return. Thank you. Bye-bye. Bye. Bye-bye. Va bene. See you. See you, bye-bye. شوية شباب زي العسل. والله العظيم وروني حاجات انا اصلا جاي عشانها وسبحان الله قدر ربنا انا ماشي من هنا من العربيه معدي من البوابه دي لقيت في شباب قاعدين كتير فدخلت اقول لهم انتوا يعني ايه المكان ده فسبحان الله شوف ربك سبحانه وتعالى كده نكون وصلنا لنهايه الفيديو اتمنى يكون الفيديو عجبكم واستمتعتم به اكتبوا لنا تعليقاتكم في الفيديو نشوفكم ان شاء الله في فيديو جاي وفكره جديده من دوله جديده السلام عليكم.